السلام عليكم. قبل أن نبدأ أعزائي، سنذكر لكم أهمية الأنترنت في حياتنا وبعض الأمال المستقبلية بسرعة. اليوم نحن نستخدم الأنترنت أكثر من أي وقت مضى. يستخدم الشباب الأنترنت للبحث عن الدراسة أو الدردشة مع الأصدقاء أو مشاهدة مقاطع فيديو مضحكة معا. تتيح لنا هذه الأنترنت الأسرع مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام ومباريات كرة القدم على هواتفنا وعلى المباشر أو في أي وقت شئت دون انقطاعات، ويمكن تنزيل ملفات كبيرة الحجم وبسرعة كبيرة، ونتعامل مع التنزيلات التي كانت تستغرق فيما مضى ساعات أو أيام. يمكننا التعاون مع زملائنا في الفريق أو اللعب ألعاب أونلاين والتمتع بكل ما هو جديد أو سحب علامات تبويب متعددة للقيام بمهام عديدة، كما أن بعضنا يستغلها في التعليم عن بعد، والآخر يستعملها للترويج والدعاية للسلع الخاصة به في جميع أنحاء العالم دون الحاجة لمغادرة المكان. أما الطلاب فقد أصبحوا يفضلون البحث في الأنترنت بدلا من المعلومات الموجودة في الكتب لسهولة الوصول إليها. إن استعمال الأنترنت بالطرق الإيجابية يسهل لنا الكثير من الأمور بالنسبة للوقت والجهد وغيرها. نعم، كلنا أمل أن نصل إلى مرحلة قيادة سيارات ذاتية القيادة وإجراء عمليات جراحية معقدة وحساسة عن بعد واختصار الوقت دون الحاجة إلى سفر الطبيب والتحكم بالأجهزة والآلات الثقيلة عن بعد ومن أي مكان في العالم. كل هذا سيصبح حقيقة لأن العديد من البلدان بدأت بالفعل الاستعداد لمثل هذا المستقبل. بعد الجيل الثالث والرابع، نحن الآن في صدد تطوير الجيل الخامس مع أمل بلوغ الجيل السادس عن قريب، وكل جيل جديد يأتي بسرعة أسرع من الجيل السابق. فإذا كنت تعمل عبر الأنترنت مثلي، فلا ربما تساءلت عن البلد الذي لديه بالفعل أسرع سرعة أنترنت لهذا العام، وهذه هي القائمة. وهذه هي قائمة الدول العربية.